السلام عليكم الاخوان، نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم 15 شهر الخميس، شهر 8، كاع الاجواء ملائمه من غير البحر، سبحان الله اللي قاصح اليوم بالصباح البحر جاي عمره. كما كتشوفوا لاشاص كثيره بزاف، يعني كاين الصيد على شوبه والسردين عوق كثير بزاف، الدرعي كاين كيبان لينا في وسط الموج، ولكن مالوغوزمون ما كنقدروش نوصلوا ليه لور ديالنا، ما كنقدروش نوصلوا ليه بحكم ان البحر قاسي شويه، واخا كندخلوا النقاط ابعد نقاط تما اللي كنحاولوا نوصلوا ليه، ولكن البحر ما خلاناش نصيدوا. الدرعي كيكون واخا البحر واعر، غير هو حنا اللي كندوز سبيني باش نوصل النقطه ديالو كتكون شويه صعيبه القضيه، ما ملي نشوف واحد البحر قاسي غير يتوكل على الله، يقدر الدرعي يخرج برا في اي لحظه، غير هاد الساعه ما كيعمر باقي ما بانش، رغم انه كاين كيبان لينا في وسط الموج، كيبان لينا التشربيخ ديالو، هو كتصيد لاشاص كاينه، ولكن البحر ما خلاناش نصيدو، كنحاولوا نخرجوا ليه الخيط الماكسيموم ديالنا، عندنا لاطريش ديال 016 كتخرج مزيان، ولكن باقي ما بانش. المهم كما كتشوفوا الاخوان هانتوما الحياة موجودة تبارك الله، ولكني مولاي السلطان باقي ما بانش. نتمنى من الله غادي نزيد واحد المحاولات، كانت شي حاجة غنشارك معاكم الحصيلة ان شاء الله. السلام عليكم.